ايش ذاك اليوم الله جمعه عناد ارفع له القبعه. هذا الوليد نعم استاذ ابوه شهيد ضربته الطائرات الامريكيه، بمعنى رتبه نقيب استاذ نجم، يعني الشهر السادس تقدر تقدر تسمع قانون يعطونه رائد. تقدر تسمعني دقيقه واحده؟ خلينا خاطب الجماعه. نعم استاذ نجم. هذا الرجل راح الى دار حقه نقيب بالدفاع الجوي، يعني دوشكاتهم وراداراتهم، وكانوا يحاربون الأمريكان يحمون العراق، والأمريكان قوات احتلال بكل العالم. محاربة الاحتلال واجب مقدس تفرضه الشرائع السماوية والدينية والأخلاقية والوطنية. زين ليش ما تحس بشهيد؟ ليش ما تحس بشهيد؟ كان يدافع عن أرضه يا أخي، مو يدافع عن صدام حسين، ما يدافع عن صدام حسين، يدافع عن أرضه، لأنه هاي قوات محتلة قذرة جاءت تحتل البلد، وشفتوا وراء عيونكم سوت قوات الاحتلال، وصار بينا من الاحتلال، وشلون دمرنا الاحتلال، وشلون نبقنا من خلال الاحتلال، وشلون جابوا لنا أشبار رجال من الاحتلال. شلون ما تحس بشهيد؟ مثل ما كانت الحبابة هسه بالسجن، من قلت لها يا بذولا اللي بملجأ العامرية، زين انكتلوا ليش ما تطوم حقوق؟ قالت هي ما ياخذون حقوق لانه هذا خطا عسكري. تبرر للامريكان اللي قصفوا اهلها بملجا العامريه. الى الان قصه ملجا العامريه اللي فتحتها من سنوات ما حد يعتبرهم شهداء، قصفتهم القوات الامريكيه. هسه القوات الامريكيه الصديقه، مو الصديقه ابو الوليد؟ زين هذا اذا نعم بعدين اذا رجعتوا عليهم شهداء، ليش من 20/3؟ لانه انتم صرتوا وراها استاذ حددوا بس هذا التاريخ. لا لا انا بس اقول بس التقاعد يجي بس ارد اسال سؤال، ليش 20/3؟ ليش مو 1/3؟ ليش مو من بدء العمليات الاحتلال العراقيه سيد القائد العام للقوات المسلحه السيد وزير الدفاع، ليش ذاك اليوم الله جمعه عناد أرفع له القبعة لما جاب رفات الشهداء العراقيين من إيران، خلى عليهم العلم العراقي ودق السلام الجمهوري ووقف هالشكل، أخذ لهم تحية، بطل، موقف رجولي هذا يحسب لأهله. أي شخص مهما تكون رتبته قاتل الاحتلال يجب أن يكون شهيد، مثل ما الآن بالمقاومة العراقية، وعن المقاومة العراقية الحقيقية التي قاتلت الأمريكان من أجل العراق شهداء، وذولا هم شهداء، ذولا قاتلوا بهذا وذولا قاتلوا هنا، ليش تجزؤون شهداء العراق؟ ليش 20/3؟ من أول طلعة أمريكية انقتل بها عراقي، سواء جندي ضابط بأرض المعركة قاعد ببيته رايح للسوق، يجب أن يحتسب شهيد. مو أنتم تسمون قوات الاحتلال، مو يطلع ابو شو اسمه ابو الوليد وابو فلان وابو فلان قوات الاحتلال والمقاومه الشريفه ضد الاحتلال، وذاك اليوم طلعتوا على السفاره احتلال، كانوا ليال قتلهم غير قتلهم الاحتلال. سيد وزير الدفاع ثابت العباسي، تليفون هذا الوليد موجود عندي، ليش شهيد من 20/3؟ ولكم حتى الشهيد سويتوا محاصصه الا زين ب 20/3 شهيد، 19/3 مو شهيد، واللي ب 19/3 كاتلين الامريكان مو شهيد، وب 20/3 اللي كاتلين الامريكان شهيد. لك انت والله قصتكم تحير، بشرف قصتكم اللي صار على هذا الشعب ما صار باي كوكب على الارض. عبد اللطيف علي من البصره يقول انا ابن الشهيد علي عبد اللطيف رحيم برغش الذي استشهد أثناء الواجب بسبب ضربة جوية استباقية، بسبب ضربة جوية استباقية أدت إلى تقطيع إلى أشلاء ممزقة. قرب جسر الزبير بال2003 شهر الثالث، وما احتسب شهيد بقرار وزارة الدفاع كون الفرق 17 يوم وقرار وزارة لم تونيا الفرق اسبوعين تونيا بالله. هذا الاخ عبد اللطيف شلونك؟ هلا حياك الله استاذ نجم، شلونك؟ حياك الله، انت ابنك نقيب شهيد؟ لا انا والدي شهيد، النقيب علي عبد اللطيف انا ابنه. والدك خريج كليه عسكريه؟
اي على وزاره الدفاع، كان يداوم بالدفاع الجوي ومقاوم طائرات. زين احكي لي القصه، شلون استشهد؟ استاذ استشهد 2003 يوم 3/3، كان النظام بعد ما سقط يعني وراها باسبوع يلا سقط، كان الطياره الامريكي يقصف ويروح. زين ليش الولد ما تسمعني؟ الولد ليش ما حسبوه شهيد؟ ما ادري، يقولون هذول اللي استشهدوا لان بزمن النظام البائد بذيك الفتره يردون الشهيد، لازم يعني من يسقط النظام البائد ويستشهد يلا يحسبونه شهيد. استاذ نجم شلون هاي الفقره الاخيره؟ استاذ نجم ما يحسبونه شهيد الا بسقوط النظام البائد. انا والدي اول ضابط عراقي استشهد خلال المعارك الحرب الامريكيه العراقيه. المن راجعت؟ المن راجعت؟ راجعت استاذ نجم، ما خليت التقاعد العسكري شارع الربيع ببغداد، رح شؤون المحاربين اللي ببغداد العام. وزاره الدفاع من كان جماعه نادر وزاره الدفاع اي استاذ نجم، وانا يعني من استشهد والدي عمره 6 سنوات، يعني بال 2005 كتبوه متوفي، من راجعوا اهلي كتبوه متوفي، وانا طبعا الوحيد لاهلي والمعين لهم، تركت الدراسه بسبب الظروف، وابوي رتبه نقيب بالدفاع الجوي، اخاطب وزير الدفاع محمد ثابت ثابت العباسي، واطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان مقابله، رحت التقاعد العسكري بشارع الربيعي، قالوا لي انت حلك بس فقط تقابل وزير الدفاع يسوي لك حالة استثنائية ويشملك بالقرار، اجى قرار بوزارة الدفاع استاذ نجم سنة 2022 يشملون القرار، يشملهم من 20/3/2003، وانا والدي 3/3/2003، الفرق 17 يوم فقط. 20/3 17 يوم.